حلقه سمعين شوف كيفاش غادي دير حلقه ان شاء الله. دير جافير شويه ديال البوني هنايا وحك ضروري تشوف الارض درت لها الفينيسيو صافي تبارك الله خرجت هي تفصيل كبير. احسن حاجه شريتها اللي درتها في الشتاء الحيوط السلام عليكم يا احلى متتبعين كديرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول عمر وباش ما تمنيتو. اليوم كنصوف الحلوى برزق مع هذا بصح شنقول لكم اليوم عندي نيتواياج دراري واخا كيعرفوا النيتواياج ولكن ما كيعرفوش ليه الحاله انا دابا اسمعي معايا في الدوش غادي نوريك كيفاش نيتواياج باش يكون زوين ويكون نقي. اول حاجه غنطلعوا صوب الحلوى ونرجعوا نديروا نيتواياج الدوش ونوريكم نيتواياج السيم يا جماعه. وضروري من الاستاذ يعلم التلاميذ على قبل الديتواياج باش اسماعيل وياسين يهنوني من لاصال لقى ندخل كيف ما ندخل مع لاصال لقى ريحه زوينه كنقولها لهم كيتفرجوا فيه كنقول لكم تهلاو في لاصال بالنظافه النظافه ثم النظافه. اول حاجه غادي نبداو بالحلوى اللي كنصوبها معكم وكتعجبني بزاف انايا كناخذ زبده فيها 250 غرام وكاس ديال السكر كلاصي يعني السكر ناعم وكاس ديال السكر الخشن يعني السكر سنيده كل كاس فيه 150 غرام وجوج فلو ديال الكراميل. الناس اللي عندهم فلو ديال السكر يحاولوا انهم ما يديروش السكر بزاف يعني نقصوا منك الكيسان ويديروا جوج فلو ديال السكر ولكن انا اللي درت ما فيش السكر. كناخذوا الساشي ديال الفاني ضروري نديروا شويه ديال الفاني وهاد الزبده اللي درت سميتها اللذه ديال التوريق من الاحسن انكم تحكوها في الحكاكه عاد ديروها حيت دابا الحال بارد بزاف. بعد ما خلطناها مع السكر السكر سنيدة والسكر كلاصي كنزيدو جوج كيسان ديال الزيت كل كاس فيه 200 ميلي هاد القياس قياس كاس العنب اللي عطيتكم. كنخلطو هاد الخليط ديالنا مزيان حتى يولي على شكل بوماد على هاد الشكل. شو دابا راه الزبده ما تبغيش تذوب ليكم حيت الحال بارد بزاف. ولكن قبل ما نهضر في الفيديو كنشكركم بزاف على التعليق الزوينه كنشكركم بزاف على هذاك الكلام طيب وانكم باركتوا ليا بغيت ربي يبارك لكم في صحتكم ويطول في عمركم. خلطت الخليط مزيان وزدت عليه ثلاثه البيضات ما يكونوش باردين. هاد البيضات حجم كبير ماشي حجم صغير ثلاثه البيضات ما يكونوش باردين. كنخلط الخليط مزيان حتى يولي على شكل بوماد مازال وكندير الدقيق تدريجيا وخماره واحده هذه خماره فيها 8 غرام. بالنسبه للدقيق غادي تقدر تاخذ لكم قل من كيلو او اكثر من كيلو نتوما حطوا كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات حداكم وبقاو تزيدوا بشويه بشويه. بالنسبه لهاد العجينه اللي عطيتكم يمكن لكم تشكلوا بها اي شكل جاكم في راسكم يمكن لكم تستعملوها عندها بزاف ديال الاستعمالات. هنا الدقيق كنزيدو تدريجيا تدريجيا حتى كتجمع ليا ولكن ما كتكونش قاصحه وما كندلكوهاش. هاي جمعتها غادي نغطيها بميكا ومباشره غادي نخدمها ومن الاحسن تخلوها واحد الخمسة دقائق حتى نصف ساعه في الثلاجه انا ما خليتهاش. كناخذو بياض البيض تقريبا ثلاثه البياض البيض غادي يكفيني في الحلوه كامله. كناخذو كاوكاو عادي ما كنطيبوه لا والو كندوزوه في الهاشوار او في المهرز. الناس اللي ما عندهمش هاشوار يدوزوه في المهرز حيت شحال هذه ما كانش عندي الهاشوار انا كندوزو غير في المهرز. انا كنعطيكم البدائل. كناخذوا هذاك البياض البيض بعد ما طربناه مزيان مزيان ولكن ماشي طربوه حتى يولي بيض غير بحال هكاك باش غير يتخلط لينا. كناخذ كويرات وكندوزهم فيها الكاوكاو اللي هرمشتو. بالنسبه هاد العجينه اللي بغيتوا تشكلوا منها شكيلات بزاف ما ديروش في الكراميل في الاول حتى تقسموها وخذوا وكل جزء ديروا ليه نكهه يعني قسمتوه على اربعه واحد ديروا فيه الليمون برتقال واحد ديروا فيه الكراميل لكم الاختيار المذاق ديال الفريز وكتخرج لكم شكيلات بزاف ديال الحلوه يعني صابلي عجينه بديل صابلي. انا غنستعملها في حلوه عين البقره. هذه الحلوه كنقولوا ليها عين البقره كتجي بنينه بنينه بنينه. كندوزوها في كاوكاو وكنحاولوا اننا نتكوها من الوسط باش هذيك الوسط ديالها غنعمروها بديل كراميل. غادي نعطيكم بديل كراميل ولكن ماشي دابا حتى طيب. الفران هنا سخون مسبقا كندخلوها طيب على عافيه متوسطه طيب غير من التحت ونشعلوا عليها من الفوق. هنا كنعاود مازال قادها يعني ضروري انكم تقادوها في اللاطه. دخلوها الفران بعد ما كتدخلوا الفران وكطيب نص طيبه كتبان لكم تنفخات عاودوا خرجوها وتكوها مازال
ضروري من هذه المرحله باش هذيك الوسطانيه ديالها ما تنفخش. لقاو باش نعمروا فين نعمروا الكراميل، حيت غادي نديروا الكراميل الوسط ديالها. انا نوريكم في الفران كيفاش طيبتها. هنا الفران شال عليها من التحت حتى كتبان لكم طابت من التحت، عاد شعلوا عليها من الفوق. راه دغيا كطيب مده 15 دقيقه ولا 10 دقائق اللي كان الفران عندكم زوين. هنا طيبتها كامله وغادي نحطها في اللاطه. نتوما اللي بغيتوا ديروا فيها نكهه البرتقال، اي نكهه كتعجبكم، يعني المذاق اللي كيعجبكم ديروا فيه هذه الحلوه. انا درتها بالكراميل حيت غنعمرها بالكراميل. ندوز هنا نصوب معكم الكراميل. بالنسبه للكراميل هذا بديل ديالو، كناخذوا الكميه اللي بغيتوا ديال العسل. هذا عسل عادي، اللي كان عندكم العسل ديال الدار من الاحسن حتى هو كيجي زوين. انا غناخذ كميه كبيره حيت هذه العجينه خرجت لي كميه كبيره. اللي خديتو هذه العجينه وقسمتو على اربعه يعني، ودرتو هذه الحلوه ديال البقره من هذوك الشكيلات اللي درتو، ديروا غير شويه اش ثلاثه المعالق ديال العسل ومعاهم تقريبا واحد سبعه الشوكولاتات. انا هنا درت كميه كبيره، خاصني نستعمل الكراميل بزاف. كناخذوا واحد سبعه المعالق وكنزيدوا عليهم الشوكولات. انا ما حسبتو لا والو، بغيتو غير القوام ديالو يولي بحال هكا، يعني القوام ديالو تقال وهو في غادي يبرد غادي يتقال مازال. كناخذوا نعمر هذوك العوينات، راه باين كلشي في الفيديو. وهذه الحلوه ديال الافتتاح ديال نهار السبت ان شاء الله بحول الله غادي يكون مع الجوج. كنوجد داكشي اللي قدرت عليه. هنا كنصور معكم هذه الكميه القليله، ولكن راه كنوجد مازال بحال دابا هذه غادي نعود منها جوج عجنات اخرين مازال. راني عجلتهم دابا خصنا نصوبهم ندير لهم الكراميل. صافي ما كتبرد ما كتبقاش تهبط منها. ها نتوما زوينه ولا لا؟ حتى تقولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم هذه الحلوه ديال عين البقره. انا كنقول لها عين البقره ولكن المذاق ديالها راه بنين. اما الناس اللي جربوها يقولوا لنا كيفاش جاتكم هذه الحلوه. هنا راه حاط حدايا شوفوا، ها كنصوب هنا وهنايا. غادي ندوز نصوب معكم نفس العجينه اللي درت في عين البقره غنديرها هنا، غير المذاق راه غادي يكون مختلف. ما بغاش نشارك معكم هذه العجينه، راه نفس العجينه اللي شاركت معكم، غير زدت عليها في بلاصه الكراميل درت فلو ديال البنان. واول اللي بغيتو عجينه بلا زبده غير قولوها لي حتى نشاركها معكم. بحال نفس العجينه، نفس العجينه غير ما فيهاش الزبده وفيها واحد المكونات اخرين كيخلوا الحلوياتنا تجي رطبه. هذه كتجي صفراء حتى فيها فلو ديال البنان. اجي تشوفوا معايا بحال بحال. خمارة واحدة راه حطيت حدايا الكيكرا كنهزو كنحطو. هانتوما كديرو تدريجيا كيلو هنا. وحلوة الكراميل هيا غادي نحط نشد بواطا، نشد بواطا وندير فيها السكر وندير هاد الحلوة الكراميل تبقى مقرمشة ولذيذة. هاد الحلوة درتها بمذاق البنان، أما حلوة عين البقرة درتها بمذاق الكراميل. كناخدو العجينة ديالتنا وكنديروها على هاد الشكل بحال دونات، نحاولوا اننا نلاقوهم ولكن نسدوهم مزيان باش ما تحلوش لينا في الفران. والطياب ديالهم كنطيبوهم من التحت والاول وكنشعلوا عليهم من الفوق، ولكن ما طيبوهمش حتى ولو حمرين، غير يبانوا لكم بداو ياخذوا داك اللون الذهبي وطفوا عليهم. والفران خاصو يكون سخون مسبقا، وفين ندخلوهم تخلوهم على عافيه متوسطه. الفكره انكم اللي صوبتوا غير عجينه واحده، هاد العجينه اللي استعملت ما ديروش فيها فلو في الاول، خلوا النكهه حتى الاخر، يعني حتى تقسموها يمكن لكم تصوبوا عين البقره، يمكن لكم تصوبوا بها صابلي، يمكن لكم تصوبوا بها هذه، لها بزاف ديال الاستعمالات وكتخرج كميه كبيره. كناخذوا الشوكولات كالا راه معروف هذاك الشوكولات الابيض. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا شي شوكولات اخر ديال الابيض غير يزيدوا شويه الزيت، هذا فيه الزيت ما كتزيدوا لا زيت لا والو. ذوبتو وكناخذ الحلوه ديالتي كنغطسها في الشوكولات على هذا الشكل. بغيتوا ديروها بالشوكولاته الكحل راه يمكن ليكم، حيت غادي نوض دابا وغادي نصوب حلوه بحال هذه ولكن بالشوكولاته الكحل ومذاق مختلف باش ننوع. كناخذوا شي ميكا او ورق للطهي ضروري نحطوه تحت هذيك الحلوه باش ما تلصقش لينا. هذا الفويتين يمكن ليكم تستعملوا غير العقيق، شتو داك العقيق ولا شنو العقيق ولا العقيق هذاك يمكن ليكم ديروه في البلاصات اللي لاقينا بها العجينه، يعني السده اللي سدينا بها العجينه نديرو من فوقها الفويتين او العقيق. دابا صوت الحلوه اجي تشوفوا معايا، ولكن خاصني الشوكولاته تقاضي لي الشوكولاته تقاضي لي الفويتين. غنمشي عند العطار ونديكم معايا، نمشي عند العطار نتقداو داكشي اللي خاصنا. شوف الحلوه كيفاش كتجي، باقا غتقاد بالموس بحال هكا تحيد لي داكشي اللي خاصو يتحيد وترجع. شوف كيفاش كترجع زوينه. هانتوما شي خاصكم تلصقهم بعدياتهم، ما تلصقناش وطرا شي هذه راه زوينه كتجي. غنقادها بالموس وهنا باقي الخيط تبارك الله. غادي نزيد جوج عجنات مازال وغادي نزيد عجنات ديال الرشفون، يعني صافي هادشي وريتو ليكم، ولكن انا كنزيد في الخفاء العجينه. نمشي عند العطار ونرجع معاكم.
انا غنشد شوكولات كنشكلط. حنا دكاله كنقول لك كشلاط. قبل فويتي اللي درت خديت غير 5 دراهم، راه كفاني في هذه الكميه كامله وشاط لي هذا الشيء، يعني ما تاخذوش بزاف. العزاز ديولي دابا صافي حبست التصوير، دابا جبت البانيو وكاين غير دليك 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 دليك، غادي نصاوب كميه كبيره ديال الحلوه، ما غاديش نصورها معاكم. عرفتوا علاش؟ حيت نفس الحلوه اللي شاركت معاكم غير غادي نعاودها بكميه كبيره، يعني اللي جيت نصور غادي نتعطل بزاف والتصوير كياخذ ديال الوقت بزاف. غير نقول لكم ما كاين غير الطاقه الايجابيه، روضوا صوبوا الحليوه وخلوها في الثلاجه كيتبغوها تلقاوها، اذا عندكم ضياع على غفله تلقاو حليوه. هنا غنحط هنا بانيو كبير درت فيه 4 العجنات، غنعجنهم دابا ورجع معاكم. اما حلوه ريجبوند كتجي بنينه، راني شاركتها معكم دابا شي 3 ايام وديما كنحطها في القناه. هاد الحلوه راها اقتصاديه. صافي دابا ساليت الحلوه، بالنسبه لهذا غندير لها الكوك، غنخلي حتى نمشي لاصال دابا ندير النيطواياج، حيت خوتي ما كيعرفوش النيطواياج، غنوريهم كيفاش يديروا النيطواياج. وهنا هاد الحلوه ديال الصباح اللي شاركت معكم هاي كيفاش كتولي، كتولي زوينه. يلا درت لها الفينيسيو. صافي تبارك الله خرجت لي طبسيل كبير، وهذه راه صوبت بها عجنه اخرى، هذه العجنه الثانيه، يعني راه صوبت كميه كبيره ديال الريشبون. قلت لهم قبل الدوش ديما تقريبا كل نهار مع الصباح ولا مع الصباح ولا بالليل ضروري يحكوا هنا. عرفتي علاش؟ مع الماء سخون، مع الماء سخون كيهبى هاد البلاص كيتشمعوا، كيولي اللون ديالهم مسخ، ما كيوليوش اللون ديالهم زوين. قلت لهم كل ليله او يوم في السيمانه حكوا هذه، ضروري تحكوا هذا، اما هذا الارض ديما غادي يحكوها. انا غنوريهم دابا خص ضروري هذا يحكوا. احسن حاجه الشتاء، هذه درتها الشتاء الحيوط. حلقه اسمعي شوف كيفاش غادي دير، بحال ان شاء الله دير جافيت شويه ديال البوني هنايا وحك ضروري تحك الارض وتركز على هذا، حيت هذا كترش ليه بالماء وشامبان ولاو بانو مشمعين وبان راسهم مسخ. حنا ديما غنعبر على النظافه، ضروري النظافه تكون عندها بلاصه. هنا راه كنقول لهم ها شنو خاصكم ديروا، ها شنو خاصكم ديروا، حيت الدوشات انا اغلبيه الصالات اللي كاينين هنايا كيكونوا مشمعين في الدوش، ما كتقدرش تدخل تدوش فيه. انا بغيت لاصال ديالي يكون نقي ومعروف بالنظافه. نظافه ولكن الضوء طلعت وجدت لهم كلشي، وجدت لهم بودي زيت جافيل ساني كاروات تيد كلشي موجود. الدوشات رجعتهم ها كاينين، ريحه جافيل ريحه ساني كاروات دابا الارض. انا دابا كنوريهم شنو خاصهم هما شنو يديروا، حيت واخا كيبان لك راه ما كيعرفوش. انا دابا نزيدو جافير حيت جبت كيف غير جافير. هاد الباص غادي يكونوا يجلسوا فيها، غادي نحاول انني دابا ندير لها شي نيطواياج يكون زوين وفي نفس الوقت نمسحها بالطورشو، ما نمسحهاش بالجفاف، يعني بلاصه اللي دات الجليس خاصها ضروري تنظف مزيان. وانتم كتشوفوا السيمو، قلت لهم خلوني غير مضارب مع الدار الفوقانيه بلا ما نبقى نهوت لتحت، مضارب على النظافه ديال لاصال، تكلفوا بها، حمروا لي وجهي، تهلاو في الناس، هضروا مع الناس زوينين. وحتى المدرب وصيته قلت لي تهلا في الناس، هذوك راه التلاميذ ديالك وانت غتكون الاستاذ ديالهم ان شاء الله. شوفوا هنا طلعت نطوي هاد البلاصه، حيت السي كان غيحطوهم تمايا خاطر البلاصه تكون ما فيها لا غبره لا والو، وشي واحد اللي جاي حط الساك ديالو ما غاديش يهزو عام بالغبره، خاصو يكون البلاصه نقيه. هاي البلاصه ديالتي فين غادي نكون جالس هنايا. صافي راه ساليت هذا، درت ليهم انا ولا كنت درت لهذا، هذا كادر ديال الالومنيوم، هذا كادر ديال الالومنيوم شو هنا. هذا هذاك الشيء اللي شاط ليا من الارض درته هنايا على قبل الوليدات، يعني اللي يعني اللي كيكونوا يلعبوا كيك بوكسين ما يضربوش المرايا وما يطرا لهم والو هما، اصلا ما يطرا لهم والو هما.
شو كيف جات ليهم جا زوين صفر على الارض داك الشيء فن ها نتوما وانا بيتني سبايسين. اما الرسمات ما اقتنعتش بهم بزاف حتى نعاودهم ان شاء الله بحول الله من هنا لقدام وندير ما احسن. وحتى هاد المرايا درت ليهم الكادر ديالو بالنسبه لهاد ليبول غادي نزيدهم الشهر الجاي غادي نزيد منهم بزاف نزيد منهم واحدة اخر بحال هذه تحط وحتى هادو غادي نزيد منهم واحدة اخرى تحط حداهم هذه الريحه باش المحل يكون مريح ومتول. ها كاينه وحده وكاينه هنا الثانيه شا جوج كاينين ها هو السيمو. مرحبا بكم مرحبا بالاساس زولي غادي دابا بالطباسل عند من العطار على قبل لانهم يعمرهم لي بالتمر قلت لي عمرهم مزيان بالتمر عمرهم حيت التمر ضروري ان شاء الله بحول الله. انا غادي دابا على العطار ونمشيو معاه غادي بالطباسل نعمرهم التمر اش غتصب الشتا بالك لي جاوب دا يعمر يا ربي ترحمنا بالشتا. ها الموبلات لي ساكن فيهم انا هاد الله ورشيو هما هاد انا جيت عند الدراري عمروا لي الطبيسلات هاك اخويا فاهم ها هي اللويزه شوف اللويزه دابا خصني نشرب اللويزه عندي ستريس بزاف عطيني واحد جوج درهم ديال اللويزه نشربهم ونبرد على قلبي. الله يحفظك لي انا نوريكم العطار اللي قلتي عنده تبارك الله كل شيء عنده زوين ها نتوما هو اللي مشيت عنده هذيك المره اللي عجبكم الحال قلت شوفوا كل شيء مستتف كل شيء مستتف في بلاصته تبارك الله اي عشبه بغيتوها كتلقاوها عنده شوف مقنقه قلت ناخذ التمر من عند السيد ساعد العطار اللي معروف في الرحمه قال لي غير دابا ندير قال لي والو قال لي والو وجدوا لنا داك الشيء حيت المتابعين ديالي كلهم غادي يجيو يتقداو من عندكم على قبل السلو على قبل اي حاجه بغاوها يلقاوها عندكم. الله يحفظك الله يحفظك شوف شوف العطار كيفاش تبارك الله كل شيء انواع ديال الاتاي كاين السبع السلطان اي اتاي بغيتوه تلقاوه عنده والعسل وعنده املو عنده املو اللي بغيتو تعصروا املو حدا عينيكم يعصروا حداكم شو املو وحتى اي حاجه شوف اي حاجه بغيتوها تلقاوها عنده غنخلي لكم النمره ديالو تدخلوا عنده. وكنقول للمتتبعين الاعزاء ديالي مرحبا بكم نهار السبت عند سيمو مع الجوج غادي يكون الافتتاح ديال لاصال. رجعت للدار دابا ها هي لويزا ونشربها بالليل على قبل الانسان ينعس مزيان وصافي غنخليكم دابا يا احلى متتبعين بالنسبه للغدا ما نقدرش نحط لكم فيديو حيت نهار قبل من الافتتاح ضروري خصني ما حيت ما يكفينيش الوقت هادشي علاش ما بغيتش نحط لكم فيديو على قبل الوقت ما غاديش يكفيني وتنبغيكم بزاف و نتلاقاو نهار مرحبا بكم نتلاقاو نهار السبت مع الجوج مرحبا بكم والف مرحبا تيبغيكم سيمو بزاف السلام عليكم دوز على الطاقيه مع البرد كاين البرد درت الطاقيه السلام عليكم.